وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا سعادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، قمة تنسيقية لدول الاتحاد الإفريقي أو مجلس الاتحاد الإفريقي وأيضا مشاركة مصرية واضحة من أجل تكامل اقتصادي وتعزيز تجارة بينية، أبعاد لهذه القمة سواء فيما يخص الشق الاقتصادي أو أيضا فيما يخص الشق السياسي والتعاون بين دول القارة الإفريقية، كيف تقرأه؟ حقيقة يعني من يتابع حركة الرئيس السيسي منذ انطلاق الحكم في يونيو 2014 يجد أنه اهتم جدا بأمور القارة، وحضر أول مؤتمر قمة هناك في ملابو عاصمة غينيا الاستوائية، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتابع افريقيا على قرب ويبذل جهودا كبيره جدا. وعندما راس الاتحاد الافريقي كان حريصا على عقد القمم، قمه المانيا افريقيا، قمه بريطانيا افريقيا، قمه روسيا افريقيا، قمه الصين افريقيا، عدد من القمم التي الهدف منها هو ان هذه الدول تقدم تمويلات واستثمارات وتعترف بان افريقيا ليست فقط للمواد الخام، ولكنها يمكن ان تنهض ويمكن ان تقدم لها تكنولوجيا تنهض بها. لان ثم دفع الرئيس السيسي باتفاقيه التجاره الحره للقاره الافريقيه التي وقعت في ميامي عاصمه النيجر، بهدف الاستفاده من القيمه المضافه لكل المواد الخام التي تنتجها افريقيا، بدل من ان تصدر الخارج وترجع الينا باضعاف ثمنها. وبالتالي فان حريه التنقل وحريه راس المال وحريه العماله وحريه التصنيع هذا يعني ممكن تستفيد منه القاره. ولذلك منذ ان وقعت الاتفاقيه الى الان لا يجب سيدفع الرئيس السيسي بقوه هذه الامور. نعم سعاده السفير، القضيه التي دائما ما نتحدث عنها من اجل استغلال امثل للثروات في القاره الافريقيه او رقمنتها وقبول التحول الرقمي بكافه اشكاله هو تنميه الكادر البشري، كيف ترى هذا الامر وهذا الملف تحديدا في القاره الافريقيه؟ هذا الامر يعني القاهره اولا لديها مراكز تدريب كثيره في كل الصناعات، ومن خلال الوكاله المصريه للتنميه تستضيف عدد من الدورات التدريبيه في مختلف المهن، وبذلك هي تهتم برفع مستوى كفاءه العامل الافريقي. نعم. العامل الافريقي والفني الافريقي والمهندس الافريقي والمتخصص الافريقي، وخاصه في موضوع البنية التحتية، لأنه يمكن الاستغناء فعلا عن المعونات الأجنبية في هذا الموضوع. تهتم مصر كثيرا بالتنمية البشرية، وأيضا من ضمن التجارة الحرة الاتفاقية حرية التنقل، يعني يمكن إقامة مصنع في بلد أفريقي والعمال يأتون من بلاد أخرى إليه. كل هذا في خطط لابد من ترتيبها من داخل القارة الأفريقية. إذن هي الخيوط المتشابكة من أجل تنمية مستدامة تخدم شعوب القارة الأفريقية. أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق.